وسلب نفذها أصحاب سوابق. وأكدت السلطات الأمنية توقيف مجموعات اللصوص الضارعة في الأحداث تمهيدا لإحالتها إلى العدالة. فريق من الموريتانية تجول اليوم في عدد من مفوضيات الشرطة في ولاية نواكشوط الثلاث وعاد بالتقرير التالي. حركة طبيعية للسيارات والمارة في شوارع نواكشوط بعد يومين على الأحداث التي استغل فيها عدد من أصحاب السوابق جو الهدوء والسكينة لاستهداف المواطنين الآمنين في الشوارع والأسواق وداخل محلاتهم التجارية. الوضع بات تحت السيطرة بعد جهود مشتركة من السلطات الأمنية لا سيما الشرطة والدرك والحرس الوطني. الموريتانية قامت بجولة استطلاعية شملت ولايات نواكشوط الثلاث للوقوف على ما جرى. البداية كانت من نواكشوط الغربية التي زرنا عددا من مفوضياتها للاطلاع عن قرب على بعض التفاصيل. هؤلاء الواقفون جهة الجدران هم جزء من مجموعات سطو وسلب انتشرت في الأسواق واعتدت على المارة بالضرب والنشل وعلى المحلات التجارية بالنهب والتكسير، وهم بحسب مسؤولي الأمن مجرد أصحاب سوابق استغلوا محاولة إضراب سلمي لعدد من السائقين كي يمارسوا هوايتهم المفضلة في ترويع السكان وسلبهم وإحراق إطارات السيارات ونشر جو من الفوضى والرعب كي يحلو لهم القيام بأفعالهم الجرمية. ليومين قامت مجموعة من السائقين وحاولت تنظيم مظاهرة غير شرعية ضد التعديلات اللي جرات في قانون المرور، وهذه عادت اتاحت فرصه بعد المشاغبين واصحاب السوابق والمجرمين الى 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 صح، واغتنموا هذه الفرصه اياك انهم ينهبوا ممتلكات المواطنين ويعتداوا عليهم. بعض الضحايا تحدثوا عن تجربتهم مع مجموعات اللصوص. بعضية من اللصوص اقتحموا مكان في شي من السيارات ودقدقوه وكسروا، واللي جا قدامه كامل يخبطوه يسوى هو شنو. من اسطابات يقنا وقعود فيهم الين جانا شي الله ما نعرفه قاع هو شنو. صار نعرفه انه جراد منتشر. سمعته بطش فينا حق ونحاس اللي الشارع قاع كامل مشي. احنا مشينا مع الصباح عند بلاداتنا عند تاكسيات ضاربين. اللي بوتو اللي يركب فيه اللي مقطر مقطر. شاخر احنا ما اختشينا منه، بل ما انه ما صار عنده تصفيح حساب ولا شيء، تم انا جاد الخلق في لباتي واللي منه صدينا دا تقول عنه دار قاع الارواح احنا شاخر ما يدوروا. سمعتني؟ قمنا دافعين نحس شمت باش دخلناه وشي ما دخلناه. نعم قمنا دافعين ان شاء الله وتات لحقنا مفات وعدلوهم شم ناظروا لكن هم وتات لك شارع كامل. يلا قا ان عنده اوتو بارادو الى قوم من بلو مانا كابيتال قاشي مانا شيزم. إلى حاجة معنا على كارفور دي بيرفكتير هو سفر سفت معنا هما عند الناس يوصل من فم هو معنا غاش ايدي معنا ساحلي دورو معنا ايفيت هذا الناس انترتا هو حاجة معنا دي باندي qui n'est même pas mana de chauffeur de taxi alors que ils ont cassé ma voiture. وكما هو الحال في نواكشوط الغربية، كانت نواكشوط الشمالية على موعد مع اعتداءات مماثلة وإجراءات أمنية كانت بالمرصاد للمجرمين. بالنسبة للولاية الشمالية تركزت الأحداث أساسا على مقاطعة دار النعيم، ولكن الأضرار محدودة حيث تم تسجيل فقط حالتي النشل على مستوى دار النعيم إضافة إلى حرق بعض إطارات السيارات. هذه السيارات المهشمة والمحلات التجارية المتضررة جزء من مشهد تركه المجرمون في نواكشوط الجنوبية وتحديدا في مقاطعة الرياض، حيث تمكنت قوى الأمن من توقيف المشتبه بهم في انتظار تعميق البحث والتحقيق لكشف أوراق أخرى قد تؤدي إلى خيوط لمتابعة أطراف يشتبه في أن لها يدا فيما جرى بحسب مسؤولي الأمن. تمت السيطرة على الوضع بسرعة من طرف السلطات الأمنية، ونطمئن المواطنين أن الحياة عادت لطبيعتها وذلك بعد القبض على غالبية المخربين وستتم إحالتهم للعدالة. جهود الأمن مكنت من استعادة بعض المقتنيات التي سلبت من أصحابها ومن بينها حقائب نسائية وهواتف محمولة، إضافة إلى أن قوى الأمن أكدت مضيها قدما في إجراءات استتباب الأمن والاستقرار إلى ربوع العاصمة.